اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. الخط الأحمر بينك وبين الشريك، كيف ترسمه ولماذا؟ إن الشيء المشترك بين جميع العلاقات الناجحة هو رسم تلك الحدود التي تشكل إطاراً يحمي العلاقة ويقويها. لكن ما هي تلك الحدود؟ ولماذا نقوم بوضعها؟ حسناً، قد تختلف الحدود وقواعد العلاقة باختلاف الشركاء، فقد يظن البعض أن العلاقة الناجحة لا يجب أن تكون مقيدة بشروط وقواعد، لكن دعونا نوضح أن هناك فرقاً بين القواعد وبين الحدود. فالقواعد هي أمور حتمية لا تقبل النقاش، بينما الحدود نحن من يقوم برسمها والتعديل عليها كي تناسب مختلف المواقف التي نتعرض لها. لكن الأمر الحتمي هو أنها توضع في الأساس كي تدعم العلاقة وتجنبنا الخلافات وتقودنا إلى أعلى درجات التفاهم. إليكم في هذا الفيديو بعض النصائح عن النواحي التي تتطلب منا رسم بعض الحدود في العلاقة. النصيحة الأولى، إن الحدود في العلاقة ليست مجرد خطوط كي تتوقف عندها، بل هي أيضا حدود للطموحات والتوقعات بينكما. وبما أن الشريك لا يجيد قراءة أفكارك، عليك إذن أن تتحدث معه عن الأمور التي تتمنى أن يقوم بها. دعه يعلم أنك تتوقع منه اتصالا يوميا على سبيل المثال، أو إن كنت ترغب بالخروج معه في نهاية الأسبوع، تحدث وصارحه عما يدور في داخلك. النصيحة الثانية، لا توجد علاقة تخلو من الخلافات، لكن لما لا تقوم بوضع بعض الحدود التي تقودها كي تنتهي بشكل سلمي؟ تحدث مع الشريك عن بعض التصرفات الغير مقبولة. هل ستذهبان إلى النوم قبل أن تنقضي المشكلة؟ أم تفضلان حل الخلاف أولاً؟ هل ستعطيان بعضكما المساحة والوقت لتهدئة النفوس؟ أم تصران على مناقشة الأمور أولاً؟ لذلك تناقشا معاً عن تلك الأمور وقوما بوضع الحدود والأفكار المتقاربة. النصيحة الثالثة، في هذه الأيام تؤثر مواقع التواصل بشكل كبير على سير العلاقة، لذا فإن رسم بعض الحدود على تلك المنصات قد يفيدكما في تجنب العديد من المشاكل المستقبلية. فهل ترغبان أن يظهر حبكما للعلن؟ وهل ستقومان بنشر صوركما معا؟ أم تفضلان الحصول على بعض الخصوصية وإبقاء العلاقة خارج حدود تلك المواقع؟ هذا الأمر يعود لكما، ويجب أن يكون على طاولة النقاش بحيث تكون نتائجه مرضية لكليكما. النصيحة الرابعة، صحيح أن العلاقات تقوم على البذل والعطاء وقضاء الوقت معا، لكن ماذا عن وقتك أنت؟ إن قضائك بعض الوقت مع نفسك أمر لا بد منه، ناقش ذلك مع الشريك واحرص على اختيار الأسلوب المناسب. فأنت لا ترغب بالابتعاد عنه وعدم رؤيته، لكن كل ما تريد حقا هو بعض الوقت لتمضيه مع نفسك بعيدا عن الجميع. النصيحة الخامسة، من الأمور التي من شأنها كسر أقوى العلاقات هي بعد المسافات. هل أنتم على استعداد لقطع عهد بينكما بالاستمرار بتلك العلاقة رغم بعد المسافات؟ فكم هو الوقت المتبقي كي يقوم أحدكما بالرحيل أو السفر؟ هل أنتما على استعداد ليقوم أحدكما باللحاق بالآخر؟ النصيحة السادسة، قد يكون لبعض الشركاء مجموعة أصدقاء مشتركة، بينما البعض الآخر كل منهم لديه صداقاته المنفصلة. فأحياناً قد لا ترغب بمشاركة أصدقائك لأسبابك الخاصة، قم بإعلام الشريك عن ذلك. فوضع الحدود التي تخص الصداقات أمر في غاية الأهمية، إنه يجنبنا بعض الخلافات التي لا جدوى منها. النصيحة السابعة، لا بد أن تمر جميع العلاقات بمراحل مفصلية، ولا بد أن يطرأ عليها التغيير. وبالطبع لا يمكننا معرفة ما سوف يحصل مستقبلا، ولكن عليكما دائما توقع ما هو أسوأ والاستعداد له ووضع خطط للتعامل مع الأمور التي قد تقع.
والتأكيد على بعض النقاط والحدود التي لا يمكن تجاهلها حين ذاك. النصيحة الأخيرة: إن التحدث عن احتمالية الانفصال هو بالتأكيد أمر مرعب لا يرغب أحد بالتطرق إليه، وخصوصا إن كنتما تمران بأجمل مراحل العلاقة. أعلم أنه يصعب القيام بذلك، ولكن الحديث عن انفصال محتمل وكيفية التعامل معه قد يوفر عليكما جهدا ووقتا، بالإضافة إلى التخفيف من ألم تلك الصدمة إن وقعت. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.